رب العالمين شغالين بالنا بفرقتنا وبنتائجنا، واللي يهمنا ان احنا اللي احنا نكون مركزين ونكمل على نفس المستوى ونفس النتائج باذن الله، وده الهدف الاساسي بتاعنا، وان شاء الله باذن الله نفضل مكملين باذن الله. الهيد كوتش قعد مع الاداره وحطوا التصور، وان شاء الله باذن الله خلال فتره الانتقالات هيبقى في دعم المطلوب، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا كلهم مضافات للفريق باذن الله. بص احنا الحمد لله، احنا الحمد لله من اول السنه لينا تارجت معين مع الاداره ان احنا نبتدي نراجع نادي الاسماعيلي تاني لمركزه او المركز الطبيعي بتاعه. للاسف نادي الاسماعيلي كان الفتره اللي فاتت بعيد شويه عن الحته دي. الحمد لله السنه دي احنا المجموعه اللي موجوده من اللعيبه بالشغل اللي اشتغل اللي اتعمل السنه اللي فاتت بالتدعيمات اللي جات لنا السنه دي الحمد لله مركزين كويس ان احنا نرجع نادي الاسماعيلي لطبيعته او لمركزه الطبيعي. بص بالنسبه لموضوع ان انت لسه في، انا شايف ان الدوري طويل جدا، لسه قدامك مسافه كبيره من الوقت، في ماتشات كتير جدا. احنا بنركز مع اللعيبه الفتره اللي فاتت دي كلها على ان انت تاخد كل ماتش بماتشه. الماتش بالنسبه لك بثلاثه بونت، سواء كنت بتلعب زمالك بتلعب اهلي بتلعب كل الفرق، بالنسبه الماتش بثلاثه بونت بتهتم جدا انك تكسب. المكسب بيخليك ان انت تبقى على طول في الحته بتاعت المنافسه. طول ما انت في الحته بتاعت المنافسه، طول ما اللعيبه بيطلع عندها حافز بيعلم بالنسبه لهم، طول ما انت بتلاقي نفسك في الليفل او في المستوى اللي انت طالبه بالنادي طالبه او النادي بيوصله. يعني الاسماعيلي فريق كبير، والاسماعيلي بطل افريقيا، اول فريق ياخد، اول فريق عربي ياخد افريقيا، وعمل حسابه على هذا الاساس هناخد الدوري. الاسماعيلي مش قليل، عشان حضرتك تقول لي هو متصدر النهارده وهيدام، لا الاسماعيلي طول عمره كبير. والله احنا فرحانين جدا طبعا، عشان احسن فريق في العالم كله اللي احنا بنشجعه، احنا بننتمي للنادي الاسماعيلي عشان دي بلدنا اسماعيليه، متصدر الدوري. بس اكيد احنا لازم ندعم في يناير عشان خاطر احنا نكمل المشوار بتاعنا ونقدر ننافس على بطوله محترمه زي بطوله الدوري او بطوله الكاس. الاسماعيلي الحمد لله احنا مفتقدين اللعبه الحلوه، ممكن من 2002 او بعد كده بشويه ما فيش مجلس اداره لحد دلوقتي كان كويس للعثمانيين، بس الحمد لله ربنا كرم الوقت ده سابر رجع وفي العثمانيين رجعوا، فموضوع احسن شويه مع كابتن حسني عبد ربه في نص الملعب، خبره برده موجوده في نص الملعب. الاسماعيلي فريق كبير يعني، ومتصدر دايما اي حاجه، فريق كبير هو درجته دي اصلا، ما ينفعش الا عن كده. الاسماعيلي انا كجمهور نادي الاسماعيلي وبحب نادي الاسماعيلي، اتمنى يكمل لنهايه الموسم بنفس المستوى واحسن بكتير، واتمنى في فتره الانتقالات المهندس ابراهيم عثمان يشتغل شويه على يجيب لنا صفقات كويسه. ان شاء الله هنفضل محافظين باذن الله، واحنا ان شاء الله هنبقى الاول وهنستمر بالدعم، هندعم ان شاء الله النادي، وطول ما الجمهور احنا في ظهر النادي، في ظهر نادي الاسماعيلي، طول ما الجمهور بنحضر كل تمرينه مع نادي الاسماعيلي، ولو الجمهور رجع نادي الاسماعيلي هتبقى قوة الاسماعيلي 100%، وكابتن اسلام الشاطر عارف الكلام ده. انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفانة والعدل والبرازيلي. انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي.